طب انا عايز اسالك تاني سؤال يا حسن على موضوع انه اكيد زي ما في تعليقات على السمنه السمنه مش السمنه في في تعليقات عن جعان متعود على زي ما في تعليقات على السمنه المفرطه واشكال الاجساد مثلا الممتلئه في اكيد تعليقات وحشه بتتقال للناس الرفيعه فهل الناس اللي عندها نحافه ده ممكن ياثر عليهم جسديا ممكن يسبب لهم ضعف مثلا بص طبعا اكيد بيتعرض للتنمر لان زي ما بتقول لك يا كذا ممكن يقول لك يا كذا برضه انت رفيع بشوفها بتعمل مشاكل تعمل مشاكل من ناحيتين مشاكل الاولانيه انك ممكن ما كنتش بتدخل اكل كفايه فانت ممكن على طول تبقى مرهق وتعبان وحاسس ان انت مش قادر والكلام ده كله ونقص الحاجه الثانيه ان انت مش بتدخل كل العناصر الغذائيه مش مثلا يعني اكيد ما تدخلش خضار وفاكهه وحاجات وكده مثلا يعني معظم الناس بيقولوا كده ما يدخلوش الحاجات دي فمثلا عندك نقص فيتامينات معينه ممكن يبقى عندك انيميا ممكن يبقى عندك نقص في فيتامينز معينه في جسمك تسبب لك مشاكل فدي حاجه ثانيه الحاجه الثالثه والاخيره ان انت ممكن كمان ان انت ما تبقى رفيع بزياده ممكن ما يكونش عندك عضلات كافيه ان هي تسبب جسمك فممكن يحصل لك اصابات مش يعني اصابات بس مش تيجي من وزن زياده ممكن يجي لك اذا انت مش عندك عضل كفايه شايل جسمك ممكن يحصل لك اصابات ومشاكل مشاكل في المفاصل مشاكل في الكلام ده كله فممكن تعمل مشاكل صحيه من ناحيه ثانيه عشان كده دايما احنا بنقول ولا اليمين قوي ولا الشمال قوي دايما الحياه المتوسط المدرت ان انا ابقى عارف انا باكل ايه وعايش بطريقه صحيه وفي نفس الوقت مش حارم نفسي لانه زي ما في اي حاجه في الدنيا ممنوع مرغوب فلازم برضو انا زي دايما بقول للناس ايه لازم عايشين حياتنا 80-20 80% جد و20% دلع 20% دلع في كل حاجه دلع نفسك اذا انت مثلا يوم الجمعه بتحب حاجه معينه كلها يوم الجمعه بس وجبه واحده مفيش حاجه اسمها يوم فري هي وجبه فري وجبه فري ما تاكلها تاكل ما في ناس برضو عندها قدره ان ممكن تاكل وجبه باليوم كله فلا هي وجبه انت تاكل فيها كبني ادم عاقل رشيد زي ما بقول كده ان انت بني ادم عاقل رشيد تاكل في بالمعقول اللي هو مثلا مش هروح باكل اثنين كومبو مثلا لارج ومش عارف اثنين ايه واثنين ايه وحلي ولا لا واحد كومبو حلو جدا لذيذ جدا تمام فاهم قصدي فلازم بتبقى جد كل حاجه بالمودريشن يعني طيب بالنسبه مثلا لليون دي حاجه برضه عشان الناس في خلط في المفاهيم عن موضوع انه انا عشان نحيف فاقدر ان انا اكل اكل مضر واقدر اكل اللي انا عايزه واديها طول اليوم اكل بايظ وكده وده هيتخني لا هو مش هيتخنك وفي حاجه كمان اسمها الدهون الحشويه اللي هي الدهون اللي جوه اللي مش باينه اللي حوالين الامعاء والاعضاء الداخليه بتاعه جسمنا في ناس بتقول طب ما هو يا عم ما هو بياكل قد كده بيتخنش يعني هو الفكره ان هو لا هو بيتخن بس من جوه ممكن يبقى عنده دهون على الكبد ممكن يبقى عنده حاجه مشاكل ثانيه بس هي الفكره كمان ان هو كمان مش بياخد قيمه غذائيه من اللي هو بياكله احنا دايما بنقول ان الكالوريز بتاعه الجنك او فود او الاكل اللي هو مش صحي بتبقى كالوريز فاضيه ما فيهاش عناصر غذائيه ما فيهاش فيتامينات ما فيهاش بتبقى كالوريز على الفاضي بتتحول الى دهون فاهم قصدي